كل سنة وانتم طيبين. اهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الاطعمة، معكم سهير من قناة نغمات الاطعمة. اهلا وسهلا بحضراتكم، ان شاء الله هعمل معاكم الفسيخ بكل تفاصيله. يلا بينا الطريقة والمقادير عشان ما اطولش عليكم. عندي هنا جايبة 2 كيلو من السمك البوري، يكون صابح عند الراجل لسه منزله، ويكون صابح. هتعرفيه منين؟ ان هو يكون بيلمع كده، شايفه منظره بيكون صابح. تمام، انا كده حطاه في المصفى، وقفته كده لغايه ما ايه منزل كل ميته. عندي هنا ورق مناديل مطبخ، لازم هتنشفيها كويس خالص كده اهي، هتدوسي على بطنها كده، تدوسي على بطنها كده اهي، واضحه معانا. هنزل الميه اللي فيها، افتح النغشيش بتاعتها، شايفين ما شاء الله حمرا زي حلوه. هحط المنديل كده واحاول اتك عليها كده، واتك على بطنها عشان الميه اللي فيها كلها تنزل، لازم الخطوه دي. شايفين بقى ده لو ما شلتهوش هيبوظ لك الدنيا. هعمل تاني كده اها، هنشف كويس، اعمل كده واتك جامد كده على بطنها وعلى النغشيش، هتطلع لي كل الميه. هفضل بقى اعمل كده لغايه ما انضفها كويس. يكون معايا جنبي ورق مناديل المطبخ، هنشفها كده. لازم الخطوه دي يا جماعه، الخطوه دي مهمه جدا، الخطوه دي لو ما اتعملتش الفسيخ بتاعك مش هينجح. هتضغطي عليها كده اهي، بصي الحاجات دي كلها لازم تطلع. خلاص انا نشفت كده كويس اهو، هنشف برده كده، اتاكد ان مفيش حاجه في النغشيش زي كده. افضل ايه انضف فيها لغايه ما تنضف. تمام تمام عندي هنا بقى ايه ملح رشيدي وشطه. كل سمكيه، كل ما السمكيه بتكبر يعني دي هتاخد معلقه شطه ومعلقتين كبار من ملح الرشيد. تمام، انا جايبه 2 كيلو، هقلب كل كده. وما تخافيش لو الملح زاد معاكي شويه، مفيش مشكله، يعني لو الملح زاد شويه معاكي مفيش مشكله، هيكون احسن برضو عشان ايه يتحفظ ويبقى كويس. هقلب كده الشطه مع الملح، هفتح كده النغشيش اهي، واحشيها كده، احاول ادخل كده الملح فيها كلها، لازم الخطوه دي عشان الفسيخ بتاعك يطلع كويس. احشيها كده كويس جوه النغشيش وادخلها كده المنظر ده. الناحية التانية برضو ادخل كده الملح، واضغط بالايد التانية كده. لازم الخطوة دي تتعمل، اجي كده عند الايه عند البق افتحه اهو، احط فيه برضو من ايه من الملح، احشيها كويس خالص. خلاص كده انا حشيش النغشيش وحشيت البق بالمنظر ده اهو. اجيب هنا بقى ايه برضو عند الايه السمكية كده، ما تحاوليش تحطي توابل كتير، هو شطة وملح فقط لا غير، وملح رشيد مش ملح ناعم، عشان ما تطلعش حادقة من الجامد. اجيب بقى ايه كيس عندي يكون نضيف، نضيف لازم يكون نضيف. اي كيس عندك، انا عندي كيس اهو، هحط فيه القاع، شوية ملح كده، كبشة كده، وقاع ايه؟ وقاع كيس. هجيب السمكية هحطها كده، هحط واحدة تاني هنشفها برضو،
على الشفا بقى، وايه وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم، وهنقول الخطوه الثانيه. خلصت كل الكميه بالمنظر ده. عايزه اقول لكم بس ملحوظه هنا، لما تيجي تشتري السمكيه اشتري السمكيه تبقى نص كيلو او اقل حاجه بسيطه. ليه؟ عشان لما تيجي تملحيه يبقى حلو كده معاكي في الايه، وفي ملح وفي ايه لحمه. انا كده حطيت ايه سمكيه. السمكيه الثانيه هتبقى بصوا عكسها، يعني دي هتبقى في الديل والثانيه هتبقى في الراس اهي. المنظر ده كده واحده عكس واحده، شايفين ازاي؟ واحده عكس واحده. تمام. اعمل ايه بقى الخطوه الثانيه؟ افرغ الكيس كده من الميه من الهواء، احاول اعمل كده بايدي واطلع كل الهواء. شايفين انا حبست كل الهواء بالايد الثانيه بقى، قلبت كده. شايفين المنظر ده كده. اللفه دي مهمه جدا. هاجي كده اشد كده حرف الكيس، وهجيب كيس ثاني تحطيها بقى في اكياس على قد ما تقدري. ليه؟ عشان تتكتم عنها الهواء هتنجح معاكي. حطي بقى اكياس كتير على قد ما تقدري، وطول ما انت ماشيه هتطلعي كده الهواء. من كده حطيتها في كيسين، حطي على قد ما تقدري. طول ما انت عندك اكياس حطي، وتحبي يكون اكياس تقيله كمان عشان تستحمل معاكي وما تخلفيش هواء. اعمل كده والفها كده. انا كده حطيتها في ثلاث اكياس، هحطها برده في ايه في ثلاث اكياس كمان. طب ليه كل الاكياس دي؟ الاكياس دي زي ما قلت لحضراتكم عشان الهواء يتمنع عنها وما تشيلهاش اي هواء هتنجح معاكي. شوف انا لفيتها في كام كيس بس كده. لو عملت الخطوات اللي انا قلت لكم عليها دي هتاكلي احلى فسيخ يا ست الكل. ما تشتريش حاجه من بره واعمليه بايدك، هيكون انضف واحسن لك. هسيبه بقى الايه في الشتاء اللي احنا فيها دي، هسيبه لمده 20 يوم وهتاكلي احلى فسيخ. هسيبه بقى وهنفتحه ان شاء الله مع بعض. عملت في الثانيه زي ما عملت فيها كده. اخر حاجه بقى هتجيبي كيس كبير تفتحيه بالمنظر ده، تشيلهم كده الاثنين. هتلفي كويس بقى كده، تكون لفه واحده، هتطلعي برده كده الهواء. هي دي كده تقفلي عنها الهواء جامد اهو. الناحية التانية برضه اهو. هتجيبي بقى ايه الريش اللي هو بتاع الطعام، او لو ما عندكيش ممكن تستغني عن الحركة دي، بس الحركة دي برضه هتأكد لك ان هو ايه ما يخشلوش اي هواء، لان الستريتش ده من ايه بيمنع اي هواء. هتقفليها كده، هتقفليها جامد بقى. الحركه دي بقى بتمنع عنه اي هواء. شايفه كده؟ شايفه بقى الحركه دي ما شاء الله يطلع زي الزبدة كده. طب انا هتدخله هو من هنا؟ لا هنعمله برده كده. نجيب ايه برده الاسترتش، هنقفلها هنقفلها على قد ما نقدر. لازم الخطوات دي يا جماعه، الخطوات دي مهمه جدا عشان الفسيخ بتاعك يطلع ناجح. فتي بقى هي دايما تعكسني كده. هاخد دي كده على جوه
واروح حاطه الاسترتش واقفله. شايف الحركه دي اهو، واعمل كده. الحركه دي يا جماعه مهمه جدا، بس باكد على المعلومه، لو ما عندكيش اللي هو الاسترتش بتاعهم دون هتبقى تقفليها برده في اكياس بقى. بس الحركه دي يعني هتخلي لك الريحه تتكتم، وفي نفس الوقت ايه مش تعمل لك ريحه جانب، لان احنا عارفين ان هو ريحته بقى لما بيجي يستوي ريحته بتطلع شويه. بس كده شايفين بقى الجمال. هسيبه بقى لمده 20 يوم باذن الله، هفتحه معاكم واوريكم برده هيبقى عامل ازاي. يلا بينا بقى نفتح الفسيخ مع بعض بعد 30 يوم بالظبط. يلا بقى نشوفه. بسم الله. اول فسيخ معايا اهو. طبعا انا قلت لحضراتكم لازم تلفيه كذا كيس عشان يبقى معاكي ايه كويس، ولازم تكسمي الكيس جامد عشان ما يفصلوش اي هواء. شايفين كذا لفه ازاي مهمه قوي الخطوه دي، لازم تلفيه كويس كده عشان يطلع معاكي كويس وتمام. شايفين كذا كيس ازاي اهو، اكياس بقى كتير تبقى تقيله. انا طبعا ايه كاتبه عليه اللي انا حطاه التاريخ، وادي اللفه اللي كنت لفاها معاكم، قلت لكم هحطها تاني في كذا كيس اهي. لازم تلفيها كويس خالص كده. انا مش عايزه بس اقطع حاجه من الفيديو عشان تشوفوا ايه على الطبيعه وانا لفاها في كذا كيس اهو. وصلنا لاول كيس كده اهو كده من بسم الله اللهم بارك. شايفين بقى ريحته جميلة جدا، مش يعني ريحته مش وحشة زي ما تيجي مثلا عند الفسخاني وتيجي يفتح الحاجة اللي هو بيخزن فيها تبقى ريحتها كده نفاذة، دي ريحتها مش وحشة، ريحتها حلوة. شايفين بقى ما شاء الله الشطة بقى اشيل بس كده الاكياس بقى اتخلص منها على جنب كده. نجيب هنا صينية بقى نحط فيها كده ونفتح نقول بسم الله كده. نشوف بقى ما شاء الله بعد 30 يوم بسم الله ما شاء الله. شايفين طرية قد ايه؟ اهي بسم الله ما شاء الله الشطة جميلة فيها وفي نفس الوقت حلوة. اشيل بس الكاس كده على جنب عشان اعرف افتحها معاكم واوريها لكم بالظبط. وادي الكيس التاني اهو نفتحه برده ونشوف. خلص من الكيس دي بقى، ولما تيجي تحفظيه هتحفظيه في الفريزر عشان ما ينشفش منك. نفتح الكيس التاني كده نشوف اخباره ايه. شايفه اللفه دي مهمه جدا، يعني لفة الكيس دي مهمة جدا، كذا 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 لفة كده دي مهمة جدا للكيسين. ما ايه ما تقوليش انا حاطة اكياس كتير، لا الاكياس دي هي اللي هتحافظ لك على الكيسين بتاعك ان هو يبقى طري وفي نفس الوقت ما يخشلوش هوا. وادي الكيس التاني. شايفين بقى ما شاء الله طارق قد ايه، طبعا الملح الزياده ده ما يهمكيش منه. هعمل كده وهوريكم الجمال دلوقتي. شايفين طريقه قد ايه
نفتحها كده. طبعا انت لما تيجي ايه تقدميها هتقشريها كل القشر ده كده، هتقشريه كده عشان القشر ده يطلع معاكي بالمقشره كده بالراحه. بصوا طلع معايا بكل سهوله اهو، نفتحه بقى. بسم الله ما شاء الله، شايفين طري قد ايه؟ شايفين ما شاء الله الزبده؟ شايفين طري قد ايه؟ افتحي كده بالراحه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم كده، لازم السكينه عندك تبقى ايه؟ حاميه عشان تسهل معاكي. فتحتها كده سنه، اللهم بارك وزايد. بصوا ما شاء الله، بصوا اللحمه عامله ازاي؟ عسل عسل عسل، زبدة وجميلة جدا. شايفين ما شاء الله، شايفين عاملة ازاي؟ اللهم صل على النبي. شايفين طرية قد ايه؟ اهي بتدوب دوبان كده. نجيب طبق هنا كده عشان احط فيه. زي ما قلت لحضراتكم تحاولوا ان انتوا ايه تنضفوا كده حواليكم عشان تبقوا واقفين مستريحين. طبعا كده ما شاء الله، وريكم بقى ايه الجمال والحلاوه والطعامه واللذاذه. شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ بقطعها بداية اهو. اتفضلوا بقى معانا. شايفين بتطلع عامله ازاي؟ شايفين جميله ازاي؟ الزبده زبده زبده، بصوا الجمال، حلوه جدا وسهله. وتعملي حاجه نظيفه في بيتك، ما تشتريش بقى فسيخ من بره. الفسيخ بره غالي وفي نفس الوقت مش هيبقى نظيف كده، مش هيبقى نظيف زي كده. طبعا بقى هو الفسيخ بقى بيبهدل الدنيا كده يا جماعه. انا بس ايه كنت عايزه اوريكم كده من جوه. شايفين ما شاء الله، انا هطلع طبعا على قد طلبي عشان ما ابوظش كل السمك، والباقي هشيله في الفريزر مش هيحصل له اي حاجه ان شاء الله. في شهر رمضان هطلعها يعني بقى في العيد كده. يعني انت لو عايزه تخزني من دلوقتي اعمليه عشان يلحق يتخلل ويجي في شهر رمضان يبقى حاجتك ايه في العيد جاهزه. ما تجيش مثلا تقولي بقى ايه انا هشتري من بره، لا انت تعملي ايه، تعملي كده حاجتك في بيتك عشان تبقى ايه نظيفه، وفي نفس الوقت انت ضامنه الحاجه اللي انت عاملاها. هتيجي تطلعيها ولا حاجه تبقى ضامناها وضامنه جودتها. طبعا تيجي تقدميه بقى حطي شويه كده خضار جنبه عشان يبقى كويس كده وحلو. وفي نفس الوقت يبقى ايه حاجه كده كويسه في بيتك. هتحطي بقى كده ليمون عليه نديه كده للي ياكل اهو. ممكن قوي تحطي زيت زيتون هيبقى احلى واحلى اهو كده. هو جميل جدا، شايفين ما شاء الله بقى الفسيخ حلو وعايز بقى ايه يستاهل كده بقكم. هقرب لكم الشاشه كمان عشان تشوفوه. شايفين ما شاء الله بقى، شايفين جماله حلو ازاي وطري جدا جدا جدا. نضفت وروقت بقى وطلعت الكميه اللي انا عايزاها. قطعت شويه خضار كده جنبيها، لازم تاكلي شويه خضار كده جنبيها برضو عشان بيبقى حلو برضو. طبعا لو عجبتكم الحلقه بقى فضل وليس امرا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل. مستنيه تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.